عادوا يسولوا قالوا كيما انت يا الشيخ انت تسول قالوا لي الحكام لازم كل واحد تروح عارف قد ما يعرف ذكروا بعضكم بعض خاصة بالنسبة للحوايج اللي ما تعوضش بالنسبة للإحرام من الميقات بالنسبة للوقوف في عرفة بعد الغروب بالنسبة للأمور الكبار كاين أمورها تجبر بالدم وكاين أمور ما تجبرش بالدم دائما الإنسان بالتذكير ويسول وربما تفرض ما يقولش راني مع فلان ولا راه ما يحكمش في روحه الواحد بعضهم هذه اليومين والثلاثة داخل مخزون على الأمور خاصة راكم داخلين